تخيل معايا يا عزيزي الوجيه ان لعبة سبايدر مان الجزء الثاني واللي نزلت من فترة مش طويلة للأمانة وكانت حصرية على بلاي ستيشن ميزانيتها اقرب الى ميزانية واحد من اقوى افلام مارفل. يعني كم بتكون يا وجيه لعبة في النهاية ما فيش يعني شغل كثير عليها، كله كمبيوتر وكله اداء صوتي. اح عليك بس اذا انت تتوقع الموضوع بذي البساطة انت في مشكلة. طيب كم يا وجيه قل لي؟ 100 مليون؟ لا. طيب 150 مليون؟ برضو لا. هذه اخر مرة بزود يا وجيه، 250 مليون دولار. اوكي برضو لا. امال كم؟ يعني مثل ما قلت انت تخيل لعبة شوية كمبيوتر وسي جي اي واداء صوتي كم ممكن تكلف؟ احب اقول لك ان اللعبة كلفتهم حوالي 315 مليون دولار. يا لطيف، بس اللعبة تستاهل. تستاهل وما تستاهل؟ صح تستاهل. طبعا لما نتكلم عن كم كلفت اللعبة غير كم جابت اللعبة، اللعبة باعت حوالي 5 مليون نسخة، لو بتشغل الحاسبة وبتحسب كذا حسبة سريعة بتطلع لك حوالي 500 مليون دولار الأرباح، هذه يعني بالحسبة السريعة يعني، وغالبا ممكن تكون أكثر أو أقل بشيء بسيط، ممكن أكثر ما أدري، بس بتكون أكثر من 315 مليون ما فيها كلام. وبالحديث عن مارفل وعالم مارفل يا جماعة، فيلم ثاندر بولتس واللي راح يجمع العديد والعديد من الأسماء الكبيرة في عالم صناعة الأفلام، راح يتم البدء في تصويره بمشيئة الله في سنة 2024، وبالتحديد إما في شهر مارس أو في شهر إبريل. وصدقوني يا جماعة الفيلم هذا بالتحديد وأفلام كثيرة المارفل، ولكن الفيلم هذا بالتحديد لو مارفل اشتغلت عليه بشكل كويس صدقوني راح يطلع فيلم جبار جدا، لأنه القصة في الكوميك لهذول الثاندر بولتس خرافية جدا، فلو تم اقتباس كذا جزء أو مو شرط اقتبسه، لو قدموا القصة هذه بشكل ممتاز بنشوف حاجة خرافية وبتكسر أم شباك التذاكر. ظبطوا المظبيط يا مارفل، ظبطوا المظبيط، احنا يفترض اننا ايش سمعنا منكم كلام انكم بتركزوا على الشغل، هيا ظبطوا المظبيط. وبالحديث عن مارفل برضه تحملونا، مارفل مسوية زحمة طول السنة، العاب مسلسلات افلام ايش باقي. عموما يا جماعة بالحديث عن مارفل احب اقول لكم انه الممثل جوناثان ميجرز واللي كان يفترض انه يقدم دور كانغ في عالم مارفل السينمائي وقدم الدور للامانة في فيلم انت مان وفي فيلم او وفي مسلسل لوكي، رسميا تم طرده من عالم مارفل السينمائي تماما. اخ عليك يا وجيه تكفى لا تقول. يب للأسف بعد محاكمته أو بعد انتهاء محاكمة الممثل جوناثان ميجرز الآدمي طلع مذنب وبالفعل ضرب صديقته، ويفترض إلى الآن ما في شيء رسمي ولكن يفترض أنه راح يجلس في السجن على الأقل سنة كاملة. فمارفل قالت يا حبيبي خلاص الله يوفقك ويستر عليك، الله يعيننا، عاد نروح ندور ممثل بدالك. سبحان الله يا جماعة الممثل هذا بدأت الحياة تبتسم له وبدأت شركات الإنتاج تتحول عليه والمخرجين يحطوا عينهم عليه والحياة ابتسمت له، بس بعض الناس سبحان الله ما تسوى عليهم ابتسامة الحياة، لازم تكشر في وجه الحياة عشان يمشي، غير كذا ما راح تمشي مع الحياة. عموما ما نبغى نتشمت في الآدمي، معوض خير ان شاء الله، وسنة في السجن ان شاء الله انه ربي يهديه ويصلح ويرجع ايش يرجع للسينما بشكل افضل، هذا لو قدر يرجع للسينما. عادة اللي يسوون مصايب زي كذا رجوعهم للساحة بيكون مرة صعب، والمصيبة اللي سووها تظل تلاحقهم الين يموت. واكيد واكيد مارفل بتلاقي واحد غيره، امال ايش، خلاص حينه ام العالم يعني. ومسلسلين يا جماعة قادمة ومشتقة من مسلسل وعالم بيكي بلايندر الشهير. اقسم بالله يا جماعه مسلسل بيكي بلايندرز هذا واحد من افضل واعظم المسلسلات لا محاله، انصحكم بشده انكم اذا ما تابعتوه الى الان، اذا كنتم من المحظوظين اللي ما تابعتوه الى الان لا يفوتكم. عموما في حاليا مسلسلين شغالين عليهم مقتبسين من نفس عالم هذا المسلسل او عالم مسلسل بيكي بلايندرز. واحد من المسلسلات راح تدور احداثه بعد فتره طويله من احداث المسلسل الاصلي بيكي بلايندرز، والمسلسل الثاني راح تدور احداثه حول العمه بولي اللي هي كانت عمه الشباب، عمه توماس شيلبي والعيال. الحلو انه المسلسلين هذول خلاص رسميا قيد التطوير، والمش حلو انه شركه الانتاج المسؤوله عنهم هي مين؟ ياب نتفليكس. نتفليكس الله يرضى عليكم سمعتكم، يلا يلا في انتاج المسلسلات وكتابة القصص واخراجها، ظبطوا المظبيط، ظبطوا المظبيط، الله يعطيكم الصحة، الله لا يعطيكم صحة وعافية. سمعتوا الكلام من نتفليكس ولا اسمعكم مرة ثانية؟ تخيل يا عزيزي الوجيه ان الناس اللي يجون يتابعون مسلسل او انمي ون بيس يكون عندهم عادة مشكلتين، المشكلة الأولى انه الانمي مرة طويل حلقاته تجاوزت 1000 حلقة، والمشكلة الثانية انه الانمي فيه تمطيط يعني كلنا ما نقدر ننكر، ولكن احب اقول لكم انه جاء الخبر اللي راح يمحي كل هذا
هذه الأعذار من الوجود، وراح يعطي الناس جميعا فرصة إنهم يتابعوا ون بيس من جديد. آن الأوان بإذن الله إنه العالم كله يتابع ويشوف القصة الأسطورية والرهيبة هذه، قصة الون بيس. فلذلك نتفليكس، أوف كورس نتفليكس، ما راح نجيب نتفليكس في الموضوع، لا نتفليكس موجودين في الموضوع، وبالتعاون مع استديو ويت أنيمي واللي هو يعتبر واحد من أقوى وأعرق الاستديوهات وخرجت من تحت يدهم أنيميات أسطورية كثيرة، راح يعيدون إنتاج مسلسل أو أنيمي ون بيس من الصفر. وش معنى الكلام هذا يا وجيه؟ حلو إنك سألت. معنى الكلام يا حبيب قلبي أنت إنه الأنيمي راح يتم إنتاجه بشكل أفضل، وراح يتم سرد أحداثه باقتباس أكثر دقة وأكثر أصالة، بمعنى إنه الآن ما في عندهم أي عذر للتمطيط، ما يحتاج يمططون. زمان استديو توي أنيميشن كان يمطط علشان يبغى يترك مسافة بينه وبين المانجا، ما ينفع يقرب من المانجا، ولكن الحين ويت ونتفليكس ما عندهم العذر هذا، بياخذوا القصة الأصلية ويقتبسوها مثل ما هي قدر الإمكان ويقدموها على شكل أنيمي. يعني ممكن المئة حلقة الأولى من ون بيس ممكن نشوفها في 25 أو 30 حلقة إذا ما كان أقل، على حسب إيش جودة الاقتباس. بس اللي بقوله لكم يا جماعة إنه الاقتباس والإنتاج راح يكون أصلي قدر الإمكان، ما عاد في تمطيط، ما عاد في شطحات ما لها لزمة، وراح يكون بعدد حلقات أقل بإذن الله. ولك أن تتخيل إنك تشوف حرب المارين فورد واللحية البيضة بإنتاج جديد ومرتب ونظيف، ولك أن تتخيل إنك بتشوف سكايب. يا أخ عليك سكايب اللي نص العالم سكبوه، سكايب يا واحد من أجمل الأركات بتشوفه بإنتاج جديد ومرتب ولطيف ومن دون تمطيط. يا سلام، أباكم جيبوا لي خبر أحلى من كذا نودع فيه سنة 2023. لو تدوروا العالم كله مرتين وترجعوا تدوروا من جديد ما راح تلاقوا. أتذكروا دائما يا جماعة، الون بيس حقيقي. أحب أقول لكم يا جماعة إنه الجزء الجديد من سلسلة كوكب القردة تم الإعلان عن شوية معلومات جدا مهمة عنه، وأرجوك أرجوك أرجوك لو ما تابعت سلسلة كوكب القردة حطها عندك في الليستة، سلسلة جدا عظيمة، قصة رائعة وأداء رائع كذا صراحة. قصة كوكب القردة مرة رهيبة ومثالية. عموما الجزء الجديد راح ينزل في سنة 2024، والكلام هذا تكلمنا عنه في فيديوهات سابقة. المعلومات اللي تم نشرها عن الفيلم هذا إنه أحداثه راح تدور بعد 300 سنة من أحداث آخر جزء. أحا مرة كثير. يب بالعكس، بيكون في تطور وفي تغير في هيئة وطبيعة الكرة الأرضية وقتها. والجزء هذا بالتحديد القادم واللي راح يكون اسمه Kingdom of Planet Apes راح ينزل بمشيئة الله في شهر ماي من سنة 2023 أو عفوا سنة 2024. ومش بس كده، راح يكون جزء جديد لثلاثية جديدة. يا سلام. ومش بس كده، معظم الشخصيات في هذا الفيلم أو يمكن كلهم ما يعرفون اي شيء عن سيزر المؤسس. ما بتكلم كثير بس سيزر تعرفون سيزر ما يعرفون شيء عنه. يعني ثلاثية جديدة وابطال جدد وقصة وعالم جديد ومرتبطين بنفس العالم القديم. يا سلام. اكرر، شوف الاجزاء القديمة مرة مرة رهيبة. افترض اني حطيت لك كل الاجزاء في الشاشة هنا، صور الشاشة بسرعة. قبل فترة يا جماعة مش بعيدة كبرى الشركات، شركات الانتاج، شركات سيارات، شركات غير وشركات كثيرة في تويتر قالوا انهم خلاص راح يوقفوا جميع حملاتهم الاعلانية في تويتر او اكس حاليا، نتفليكس، ديزني، اتش بي او، شركات سيارات. المهم ايلون ماسك طلع كذا في لقاء وقال طز فيكم، هو قال كلمة وسخة يعني بس ملخصها، قال طز فيكم، حريقة تحرقكم، تحسبوني بقعد الاحقكم يعني اذا ما سويتوا اعلانات عندي؟ حريقة. وقبل فترة مش بعيدة يعني الشركات بدأت ترجع مرة ثانية تسوي إعلانات على تويتر. أحا وين الهياط حقكم؟ بطلنا إعلانات، ما نبغى إيلون ماسك، ما نبغى إكس. على طول تخاذلتم، أصملوا شوية طيب، زي صملة شركات الإنتاج ضد نقابة الكتاب والممثلين يا ساتر. المهم أحد الشركات اللي خضعت كانت نتفليكس. نتفليكس قالت يا بويا أنا حط راسي براس إيلون ماسك هذا، ليش؟ أغنى رجل في العالم ومو فارقة معايا رجل أعلننا ولا ما أعلننا، خلينا نركز على مصالحنا ونرجع ننزل حملاتنا الدعائية في تويتر أو إكس وخلاص، مالنا ومال المشاكل. وبالفعل نتفليكس بترجع تسوي اعلاناتها في تويتر من جديد، ولا من شاف ولا من ديري. والشركات الثانيه قريب ما عليكم. ايلون ماسك هذا ما يقدر عليه الا الله، ما يقدر عليه الا الله، معاه فلوس ما عليه في احد، اذا صار معاك فلوس بتوصل لمرحله اي دونت جيف اف. ومنصة تويتش المعروفة ببثوث الألعاب والرياكشنات والأمور اللطيفة والحياة الواقعية، أشياء بثوث، منصة بثوث، قبل فترة واضح أنهم قالوا إيش؟ نبغى نزيد مبيعاتنا يا ولد، نبغى نزيد أرباحنا في السنة الجديدة ومع نهاية السنة هذه، فنزلوا إعلان وقالوا يا جماعة الخير الآن مسموح لكم ترقصوا، تتعروا، سووا أي قلة حياة تبغونها في منصة تويتش، المنصة صارت مباحة للكل. وبالفعل العاهرات والعياذ بالله جمعوا وبدأوا ينطلقوا في هذه المنصة، منصة تويتش، وبدأوا ينشروا المحتوى الخادع
دش للحياة. ولكن فجأة الجمهور قلبوا على أم المنصة، العالم كله قلب على أم المنصة. حبيبي لو نبغى قلة حياة في مواقع لقلة الحياة، مش كلامي، كلامهم هم. والمنصة المنافسة لهم الجديدة حاليا اللي غاسلتهم غسل، اللي هي منصة كيك، راحت ونزلت إعلان وخبر على طول بعد خبر تويتش هذاك. منصة كيك قالت يا حبيبي لا 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 لا, لا عندنا تعري ما في، قلة حياة ما في، كل شيء له حدود، بس قمار عندنا عادي. المهم يا حبيبي تويتش ما صملوا 48 ساعة، يومين بالضبط، وقالوا يا ابويا اسفين، نعتذر ونسحب كلامنا، منصتنا راح تظل زي ما هي، وانتم اصحابنا وانتم حبايبنا، رجعوا المنصة خلاص، صلوا على النبي يا جماعة، حصل خير. ايوه يا حبيبي كي ما تمشون الا بالعين الحمراء يا تويتش، المنصة للعب وللرياكشن وللفلوجات والامور البسيطة، ايش لكم وش قلة الحياة. عموما الحديث عن تويتش، تعالوا تابعوني في تويتش، ترى قاعدين نتابع الانمي الرهيب والجميل واللي يرفع ام الضغط في نفس الوقت، المحقق كونان، الرابط صندوق الوصف. في خبر صادم صراحة يا جماعة قبل فترة مش بعيدة، الممثل أندري بروير نجم مسلسل بروكلين 99 الشهير توفي عن عمر يناهز 61 سنة. طبعا لما مات كان في صدمة مرة كبيرة لجمهور المسلسل، انه كيف مات لسه مش كبير مرة، ايش السالفة. وبالفعل بعد فترة اعلنوا انه توفي بسبب صراعه مع مرض سرطان الرئة. وسلسلة الانيميشن الشهيرة كونغ فو باندا وبعد حصولها على جزء رابع وجديد، تقدرون الان تتابعون التريلر، موجود فيه كده تيزرات وحركات على الانترنت، ولكن احب اقول لكم انه الفيلم حصل على موعد عرض رسمي، وراح نشوفه بمشيئة الله تعالى في سنة 2024 وبالتحديد في شهر مارس. سلسلة لطيفة خفيفة ظريفة وفيها رسائل جميلة جدا، تقدر تتابعها مع اهلك، مع اصحابك، مع الناس اللي حوالينك واعمارهم فوق 15 سنة. قبل كم يوم يا جماعة تهكرت سيرفرات شركة انسومينياك جيمز، واللي يشرفون على اهم العاب مارفل وسوني الحالية، من سبايدر مان وولفرين وكل الالعاب القادمة تقريبا. وللأسف لما تهكرت سيرفراتهم تسربت اشياء مرة مهمة عن الشركة، ما راح احط اي تسريبات لاني انا قاعد اشرد من التسريبات عشان ما نحرق على انفسنا، كمون. تسربت شوية لقطات مبدئية لبعض الالعاب اللي جاري تطويرها مثل لعبة وولفرين، وتسربت بعض الملفات الخاصة باللعب، وكيف قاعد حاسوا لهم ام الدنيا الهاكرز. طبعا الناس اخذت تصور سيء، الناس اللي شافوا التسريبات اخذوا تصور سيء، يقلع ام اللعبة الزبالة، ايش اللعبة التعبانة اللي شغالين عليها. حبيبي لعبة قيد التطوير، ايش كنت متوقع تشوف؟ اكيد بتشوف رسومات ابو كلب واصوات ابو كلب، ايش كنت متوقع تشوف لعبة كاملة؟ اكيد بتشوف لعبة سيئة، لسه قيد التطوير. ينفع افقع لك بيضة على القلاية واقول لك كل؟ لا، خليها تنطبخ شوية بعدين اقدمها لك. لا تحكم على التسريبات، اصبر لين تنزل اللعبة وشوف والعب وانبسط براحتك، مستعجل علي. عموما اللي هكروا السيرفرات يا جماعة يطلبون 2 مليون دولار من الشركة علشان ايش؟ يمسحون الملفات ويخرجون من سيرفراتهم او ايا كانت الاتفاق اللي بينهم، يعطونا 2 مليون وبنمشي. ولا احد يدري الين وين ممكن يتطور الموضوع، بس حقيقي الهاكرز حاسوا ام الدنيا وفضحوهم. المشكله مو انهم بس سربوا ملفات العاب، لا، عندهم صلاحيه على ايميلات مره سريه، عندهم صلاحيه على ملفات الموظفين، صار عندهم مره اركايف لمعلومات جدا مهمه عن الشركه. ولكن كل اللي نقدر نقوله ان شاء الله ان الامور تعدي على خير، واسمعوا كلامي زي ما قلت لكم، لا تشوفوا التسريبات، ما لكم وما لها، كلها سنه سنتين وتشوفوا الالعاب بنفسكم وتلعبوها بشكلها الطبيعي والكامل، احسن لكم من التسريبات والخرابيط دي اللي ممكن تعطيكم انطباع سيء عن اللعب. وصرح النجم الكبير جورج كلوني ان الجزء الجديد من سلسلة اوشن تم الانتهاء من كتابة النص او السكريبت تبعه تماما، ما عليهم الا بس ينطلقوا الى مواقع التصوير يوظفون. واضاف على كلامه وقال ان الجزء الجديد بعد ما قرأ نصه عرف انه امام نص جدا وفيلم او جزء جديد مرة قوي. ليش لا، سلسلة ممتازة جدا وممتعة اوشن، لو ما تابعتها برضو انصحك تتابعها. بدأت سنة 1960 واستمرت الى 5 اجزاء، اخرها نزل في سنة 2018 وكان من طاقم نسائي. واذا ما تعرف شيء عن السلسلة خليني اشوقك شوية، سلسلة عن السرقة والنصب والاحتيال وعمليات التخطيط الخاصة بالسرقة، حاجة كذا مرة ممتعة للناس اللي يحبوا التخطيط والجاسوسية والسرقة، مرة بيستمتعوا فيها، مشاهدة ممتعة مقدما. شوفوا يا جماعة الجزء الثالث من سلسلة افاتار خلاص يعني شغالين عليه وامور طيبة وكل شيء تمام، ولكن الجزء الرابع لسلسلة افلام افاتار النص تبعه صار جاهز، السكريبت صار جاهز. وعادة السيناريو اللي يصير هنا بعد ما يجهز النص المخرج والكاتب والمهم الناس صناع الفيلم ياخذون النص ويرسلون الى شركة الانتاج، شركة الانتاج تاخذ النص هذا وتقرأ وتحط عليه ملاحظات، تحذفوا لي الجزئية، شيلوا لي الجزئية، طولوا ذي الجزئية، ضيفوا ذي الجزئية، وبعدين يرجعوه مرة ثانية. ولكن الجزء الرابع من سلسلة افلام افاتار بعد ما وصل لشركة الانتاج السكريبت تبع الجزء الرابع هذا ما حطوا عليه اي ملاحظة، وقالوا لهم هي جو اهيد، يا ساتر ايش النص القوي هذا. وترى هذه نادر جدا انها تحصل، العادة تطلع لهم ملاحظة ملاحظتين، اما زيرو ملاحظات دايم ما تحصل كثير. طيب دقيقة يا وجيه،
الجزء الثالث متى بنشوفه ان شاء الله؟ 2025. طب الجزء الرابع اللي توك تتكلم عنه؟ يعني 2029 كذا. وختاما يا جماعة، يبدو انه نتفليكس جالسة تحاول في الخفاء، ما في كلام رسمي بس في كذا اشاعات تترامى. ها، في اشاعات يقولون انه نتفليكس جالسة حاليا تتفاوض مع شركة دي سي او وارنر براذرز بحيث تأخذ الحقوق الخاصة بعالم زاك سنايدر السينمائي داخل عالم دي سي، بحيث يتم استكماله بواسطة نفس المخرج زاك سنايدر وبإنتاج منصة نتفليكس. زي ما قلت لكم الكلام إشاعات، ما في شيء رسمي، مجرد كلام. ولكن زاك سنايدر علق على الموضوع وقال أخ عليكم يا جماعة، لو تصير وربي ما أقول لأ، راح أستكمل عالمي السينمائي مع دي سي وأكمل على قدم وساق وبدعم نتفليكس. المشكلة نتفليكس ما تقدر تثق في نتفليكس، تثق في زاك سنايدر أيوة، بس نتفليكس الله المستعان. بس للأمانة أنا معاك يا زاك سنايدر، إذا جات الفرصة والله ما راح نقول لا. مين يقول لا إنه يشوف عالم زاك سنايدر في دي سي؟ يا ساتر، بيكون شيء مرة خرافي. بس والله يا جماعة ما فيش أخبار كثيرة هذا الأسبوع، وهذه أهم الأخبار شاركتها معاكم. لكن الفيديو لو عجبكم اشتركوا في القناة، لو ما كنتم مشتركين فعلوا جرس التنبيهات، تعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ديسكورد تويتش، كل حساباتي راح تلاقوها موجودة في صندوق الوصف. كان معاكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.